44 مليون هاد مش عدد سكان دولة، هذا عدد سيارات التويوتا كرولا يلي انباعوا من وقت ما أطلقوا السيارة عام 1966 لغاية 2016. وبمجرد ما تخطى هذا الرقم 40 مليون طبعاً احتلت الكرولا المركز الأول كأكثر سيارة مبيعاً بالعالم وتفوقت على الفوكس فاجن بيتل. ولحتى نعرف قديه هذا الرقم كبير كتير، تخيلوا معي إذا صفينا كل سيارات التويوتا كرولا هاي اللي انباعت ورا بعض لنحصل على مسافة بتقدر تلف حوالين الكرة الأرضية حول خط الاستواء 5 مرات. نعم 5 مرات. وأيضاً بحساب بسيط منوصل لمعدل خيالي، هو إنه في سيارة تويوتا كرولا كانت عم تنباع بالعالم كل 15 ثانية. تخيلوا يعني يمكن من بداية الفيديو لهلأ في سيارة تويوتا كرولا انباعت لشخص بالعالم. وطبعاً هذا ما هو إلا دليل على مدى شعبية ونجاح التويوتا كرولا خلال 52 سنة من وقت ما بدأ تصنيعها، وحصلنا خلال هاي 52 سنة على 11 جيل مختلف من هاي السيارة، وقدروا يتصدروا هاي الفئة من السيارات مع أنهم كانوا خلال هاي السنوات بمنافسة شرسة كبيرة مع سيارات مثل النيسان صني، الهوندا سيفيك والميتسوبيشي لانسر. ومعي لقلكم بتجربة اليوم نسخة مميزة من الكورولا 2018 وهي الكورولا سبورت. يلا خلينا أعرفكم أكثر على هاي الكورولا اللي بيبلغ سعرها 100,000 درهم إماراتي، وتعالوا نشوف هل بتقدر تقنعني أن أدفع هيك مبلغ بتويوتا كورولا. بكل تأكيد هذا الجيل من التويوتا كرولا هو أجمل تصميم حصلنا عليه لهلأ بتاريخ الكرولا، ونسخة السبورت عم بتضيف طابع رياضي لهذا التصميم ببودي كيت وزوايد طبعاً موجودة بمقدمة السيارة على الجانب وأيضاً بالخلف، وعم تيجي هاي النسخة مزودة بإضاءة أمامية وخلفية LED مع إضاءة نهارية LED وكشافات ضباب. تمنيت لو تويوتا خلوهم بيشتغلوا اوتوماتيكيا بهيك سعر عم بوصل ل 100,000 درهم مع هاي النسخة. وطبعا عم تيجي مزودة بجنوط بقياس 16 انش، وايضا عم تحمل باج سبورت بالخلف كمان من ورا. حبيت لو تويوتا ضفوا لنا ولو جناح صغير على السيارة او اعطونا مخرج اكزوست واضح لحتى يضيف من الطابع الرياضي اللي هم اصلا كانوا حابين يعطونا اياه بنسخة السبورت من الكورولا. بالداخل منوصل لأهم مشاكلي مع هاي النسخة من التويوتا كورولا وهي الكورولا سبورت، لأنه مثل ما قلت لكم هاي النسخة عم تنباع بالأسواق الإماراتية بسعر 100,000 درهم. المشكلة بتبدأ إنه هاي الفئة من السيارات بالسنوات الأخيرة المنافسين بدأوا يحاولوا يتقربوا لفئات شبابية أكثر، فغيروا المعادلة تماماً بهاي الفئة من السيارات، فصاروا يعطونا تصاميم عصرية بالخارج والداخل أيضاً مع تجهيزات ومواصفات عالية مع الحفاظ على أسعار منخفضة لهذه السيارات. فلما تيجي تقول لي إنه في تويوتا كورولا بسعر 100,000 درهم ولكن أهم المواصفات اللي بتحصل عليها بالسيارة هو دخول السيارة وتشغيلها بدون مفتاح، شاشة لمس صغيرة للتحكم بالنظام الصوتي ونظام الاتصال البلوتوث، تكييف عادي طبعاً تبريد وممتاز جداً مثل أي كورولا ولكنه مش كلايمت كنترول، فتحة واحدة لشحن الموبايل بالأمام، تثبيت للسرعة عادي طبعاً مش أدابتف، موجود كمان بمكان غريب بعصاية صغيرة خلف المقود بتضلها تضرب بإجري كل ما بلف السيارة، طبعاً مع أزرار على المقود للتحكم بالنظام الصوتي ونظام الاتصال البلوتوث. السيارة طبعاً بباقي السيارة عم نحصل على المقاعد مع تحكم يدوي، مقاعد هي قماش مش جلد، وما عم نحصل على فتحة سقف ولا حتى على مساحات وإضاءة أمامية أوتوماتيكية. عادة أول شيء كنت بتحس فيه لما تسوق أي تويوتا كرولا بالسنوات السابقة هو قديش السيارة خفيفة، خاصة لما تطلع على طريق سريع وتمر جنبك سيارة بسرعة، فالسيارة كانت تتحرك يمين ويسار. ولكن بصراحة بهذا الجيل من التويوتا كرولا حلوا هاي المشكلة فأعطونا ثبات أكثر على الطريق، وهذا عم بيعطيك أكيد ثقة أكبر بأنك تقود هاي السيارة على الطرقات السريعة والعامة. هاي الثقة لسه ما موجودة مثلاً بمنافسين مثل النيسان صني،
ولكن هي أقل من الثقة اللي بتحصل عليها أكيد بسيارات مثل الهوندا سيفيك والمازدا 3، وهي سيارات ممكن أقول أنه مش بس تعطيك ثقة بل ممكن تعطيك متعة بالقيادة. أما المحرك اللي عم تحصل عليه تويوتا كورولا سبورت 2018 فهو المحرك الأكبر المتوفر بنسخ تويوتا كورولا، وهو الأربعة سلندر 2 لتر. أما المحرك الثاني طبعاً هو محرك 4 سلندر 1.6 لتر، وهو أضعف ب 22 حصان من هذا المحرك. هذا المحرك طبعاً عم بيولد عنا 143 حصان و 187 نيوتن متر من العزم. طبعاً لا تتوقعوا مع هيك أرقام وهيك محرك قيادي رياضية، يعني كورولا سبورت الاسم شوي بعيد عن متعة القيادة الرياضية بهاي السيارة، ولكن هذا المحرك فعلاً عم بيعطيك قوة كافية إنه تتسارع بهاي السيارة وتوصل لسرعات الطرقات العامة والسريعة بكل سهولة، ولكن مش بكل هدوء. ليش؟ لأنه واصلين هذا المحرك بجير تعشيق مستمر CVT، ومثل ما تعودتوا علي أنا بفضل لهلأ أي جير أوتوماتيكي بأي عدد سرعات عن أي جير CVT. ليش؟ لأنه مرة تانية لما بحاول أتسارع بتويوتا كورولا مع هذا الجير بحصل على دورات محرك عالية باستمرار وصوت عالي للمحرك داخل السيارة دائم، مع أنه هذا الجير بوكس عم بيحاولوا فيه أنه يحاكوا 7 سرعات مختلفة، حتى أنه أعطوكم وضع مانيوال تيبترونيك تقدر فيه تتحرك بين 7 سرعات المختلفة. طبعاً هي تعشيق مستمر سرعة واحدة، ولكن هي بتحاكي أو بتشبه أنه وجود سرعات. لكن CVT ما بعرف لهلأ ما استوعبت ليش اخترعوا هذا الجير. طبعاً كتير عم بيقولوا أنه هو طبعاً سببه الأول والوحيد هو التوفير بالوقود، ولكن السيارة اللي معي وبعد قيادتها ليومين متواصلين أنا حصلت على معدل استهلاك للوقود عم بوصل لتسعة كيلومتر بكل لتر، مع أنه الرقم اللي حطيته تويوتا بالبروشور هو 16.5 كيلومتر لكل لتر من الوقود. فحتى توفير بالوقود ما استفدناه منك يا CVT، لكن شو بدنا؟ بدنا نعيش مع السيارات اللي فيها CVT هاي الأيام. ولكن لسه بنحصل على راحة كبيرة لكل الركاب ومساحة كبيرة للركاب بالخلف، هاي كانت تتميز فيها الكورولا دائما. ولكن تويوتا لا أعطتنا فتحات تكييف ولا فتحات USB لشحن الموبايل للركاب هون بالخلف. بنهاية تجربتي للتويوتا كورولا سبورت وصلت لنتيجتين. الأولى هي أنه تويوتا لازم تراجع سياستها بشكل عام بالنسبة للتويوتا كورولا، خاصة أنه بهاي الفئة من السيارات المنافسين عم بقدمون لسيارات بمواصفات أعلى وبأسعار أقل. النتيجة الثانية، إذا كنت أنت فعلاً مصمم تشتري سيارة تويوتا كورولا سبورت، نصيحة مني روح وجرب التويوتا كامري 2.5 SE، لأنك عم تحصل على سيارة أكبر مواصفات أعلى محرك أكبر، وإحذر شو؟ بنفس هذا السعر. أو إنك انتظر طبعاً الجيل القادم من تويوتا كورولا واللي بدأنا نشوف كتير عنه أونلاين، وفعلاً بظن راح يغير نظرتنا بالنسبة للتويوتا كورولا بشكل عام. أرجو أن تكون عجبتكم تجربتي لليوم، وبشوفكم بالتجارب قادمة، ومع السلامة.